صباحية لكل ملتحق بنا من مستمعينتم معنا وبرنامجكم اللقاء المفتوح اللحظة. معنا دكتور محمد الفيد الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة عبر فقرة التغذية. صباح الخير دكتور الفيد. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. إذن هذا الأسبوع واليوم غنتكلموا على مادة حية ما كاينش اللي ما كيخصوش ياكلها سواء الكبار أو الصغار، ودائما في كل مكان كينصحوا بها الأطباء وخبراء التغذية. إن شاء الله. نعم تفضلوا، ما هي هذه المادة؟ هي مادة التمور. وأن مع الأسف الشديد، أنا دائما أقول مع الأسف الشديد، هذه المنتوجات لا زال استهلاكها ضعيفا جدا، وخصوص لما نتكلم عن التمور المغربية. نعم. فكين الناس كيمشيوا للسوق كيلقاو يعني التمور مستوردة معلبة، وكين مثلا انواع الدقلة، كين بعد تقريبا التمور المستوردة هي تقريبا 80 حتى 90 دقلة، اما دقلة تونسي اما دقلة الجزائري. هذه التمور ليست هي الانواع الجيدة. خصنا في عرفوا هذه القضية، بان احسن انواع التمر تاريخيا ما كانتش في شبه جزيرة العرب، أحسن أنواع التمر كانت في تفيلال في المغرب، ولكن قردت النخلة هذه تحت التأثير ديال البيوض. واحد الفطر هو اللي كان يعني حطم لنا واحد آلاف يعني النخيل، عدد النخيل اللي كان في تفيلال واللي في منطقة ديال الرشيدية. الأنواع اللي كاينة في المغرب كاين بومجهول وبوفقوس اللي كيعرفوا الناس، كاين بوزكري. هذا بوزكري تقريبا هو نوع مغربي، بوزكري ما كاينش في قليل في الدول الأخرى. وهاد يعني هاد الانواع ماشي هي غير ثلاثه، يعني كاين انواع كثيره في يعني في منطقه المغرب. ثم الواحات المغربيه هي كذلك كثيره، وواحات جميله جدا حتى بالناس مثلا السياحه، وهذا ما كيعرفوش يعني كثير. هاد المنطقة ديال تينغير، ولا منطقة يعني النواحي زاكورة من تغجيجت، ولا كيمشيو مثلا ملي كيمشيو يشوفوا مثلا بعض الأشياء، يعني في بالهم أن تفيلال تقريبا تفيلال وزاكورة هي اللي فيها التمر، ولكن راه كاين مناطق أخرى اللي فيها أعداد كبير، آلاف الأعداد بعض الواحات كبيرة جدا. ودابا راه حنا في موسم جني التمر، لأن التمر ما كاين أنواع اللي ما كطيبش، يعني كطيب في النخلة نعم، ولكن حتى كيجني واعد كيخليوها طيب، كتاخذ واحد باش تيبس، يعني باش تيبس وباش دوك الأنزيمات ولا ماتيوراسيون ملي كيتحبس على الماء عاد كطيب، كتعطي داك اللون ديالها الجميل ويعني وما الى ذلك. غير الناس اللي بغاو يخزنوا بحال هاد التجار اللي بغاو يخزنوا التمور ما يخزنوهاش في المدن الساحليه، من الاحسن يخليوها في المدن الداخليه بحال زاكوره بحال ورزازات بحال يعني بحال الرشيديه بحال هذه، يخليوها في المناطق ديالها. علاش؟ لان كاين ما كاينش رطوبه عاليه وممكن ما تفسدش، والتمر ما يفسدش يعني ولو يكون فيه الدود ما يفسرش، يعني واخا يحيدوا الناس الدود من التمر وياكلوه لا باس، لان هذيك الحشره اللي كتبيض في التمر ما كتضرش الانسان، يعني دوك الطفيليات ما كيضروش الانسان، ليس هناك اي مشكل. ماده التمر فيها الياف خشبيه غير ذائبه، يعني ما كتذوبش، وهي اللي كتسهل هذا المرور ديال الاغذيه في الجهاز الهضمي. ما كاينش امساك، ما كيكونش امساك. يعني التمر فيه سكريات مع الاسف بحال الجلوكوز والفريكتوز، كاين فيه شويه سكروز شويه مالتوز، هادشي كيخليه يمنوع على اصحاب السكري. نعم اصحاب السكر، ولكن هذوك الناس اللي عندهم سكر اللي كيهبط لهم السكر وكيهزوا معاهم واحد الطروفه ديال السكر من الدار باش ياخذوهم، من الاحسن يهزوا معاهم التمر. التمر نعم. لان التمره كتطلع السكر تقريبا من نفس القيمه، لان عنده لاندس جليسيميك هو مجهد يعني عالي جدا. اذا ماشي يعني كل انواع مرض السكري كيكون منوع عليهم التمر فقط، ما كاينش ليس هناك اي مرض اخر يعني الجميع غير السكري. علاش؟ لان تركيز السكر اللي كاين في التمر هو عالي بحال العنب، يعني العنب والتمر هما اللي فيهم التركيز عالي، هذو ممنوعين على اصحاب السكر. الزبيب يعني التين حتى الشريحه هذه ممنوعه على اصحاب السكر. علاش؟ لان التركيز ديال السكر عالي، مثلا الا كانوا ثلاثه ولا اربعه الحبات كيولي التركيز ديال السكر في الجسم يعني عالي، مع هو تيعطي السكر ديالو يمتص بسرعه التمر، هذا هو المشكل. نعم. السكر ديالو ماشي بطيء، يعني هذاك الشيء علاش في رمضان كنفطروا بالتمر، علاش؟ باش السكر يمر بسرعه ويحيد ذاك الكسال وذاك الخمول وهذه. التمور فيها فيتامين بي، اربعه الانواع ديال الفيتامين بي، كاين واحد وثلاثه، واحد جوج ثلاثه وخمسه، هاد الفيتامينات بي، وفيها ا وشويه سي ملي كتكون باقا ابلح باقا يعني طريه، كيكون فيها شويه فيتامين سي. ملي كيتيبس ما كيبقاش فيها فيتامين سي، لان الفيتامين سي كيقاوم الحراره ولكن ما كيقاوش الجفاف. نعم. جميع الاشياء الجافه ما فيهاش فيتامين سي. يعني لا شي واحد نصح ولا قال بان فيتامين سي كاينه في المشماش اللي جاف ولا كاينه في التمر اللي جاف ولا في الزبيب، كذب. الفيتامين سي غير كتجفف الماده، الفيتامين سي ما كتبقاش، يعني هي لا تقاوم الجفاف. نعم. كاين الحديد، التمر فيه حديد كالسيوم،
في فوسفور وفي فليور، لان ملي كيتحد هذا الفليور الداخل كيتحد مع الكالسيوم هو اللي كيعطي لك السنان كيصححهم وكيعطيهم هذيك البيوضه. ولكن خاص الناس يعرفوا بان هذا الشيء راه خصو يجي من الدم، ماشي غاديين يحكوا بالفليور والسنان ديالهم يبيضوا، هذا راه خطا، هذا راه كذب. خاص الفليور يجي من الميتابوليزم، الفليور يجي من الداخل، يعني اننا ناكلوا التمر. نعم التمر والمواد اللي يعني فيها هذا. كاين الاشياء الجميله عند التمر هو انه كيعطي طاقه مباشره، كيعطي طاقه كبيره. الناس اللي كياكلوا التمر ما كيجوعوش. ان التمر الكميه ديالو هو يعني فيه تركيز كبير ديال الطاقه، لان النخله كتبقى في الشمس كينور التمر تقريبا شهر ربعه، يعني كيبقى شهر ربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود هاد الشمس كلها كياخذها النخل ديال التمر. والتمر لما كانش الشمس والماء ما يطلعش، هذه هي البيئه ديالو، الشمس والماء. يعني هذه هي سبحان الله، هذه هي يعني الشروط اللي كيعطيو اكبر طاقه للماده ديال التمر. فيه فلافونويدات، فيه بوليفينولات، هو التمر فيه المواد المضاده للاكسده عاليه جدا. يعني بانه هل كل انواع التمر فيها كل هذه المواد اللي ذكرتي؟ لان نعم جميع الانواع. نعم مجموعه من الانواع كتختلف شويه، بحال بوزكري. نعم. بحال بوزكري مثلا، بوزكري فيه ساكروز. الانواع الاخرى ما فيهاش ساكروز، هذاك الشيء علاش الناس ديال السكر ولو ياكلوا جوج حبات من الانواع الاخرى ولا حبه ما ولكن بوزكري لا، بوزكري الا كلوا جوج حبات السكر يطلع لثلاثه. نعم. لان ساكروز، لان فيه ساكروز سكر المطبخ، هذا السكر اللي كنديروا فتاي. نعم. كاين مثلا هذا الانواع اللي داكنه، الانواع اللي داكنه اللي كنشوفوها يعني بحال كحله تميل الى اللون الداكن، فيها الافلافونويدات والمواد المضاده للاكسده بكثره. نعم. بحال مثلا الداخل ملي كنفتحوا التمره كنلقاو فيها واحد الغشاء ابيض. يعني هذاك الغشاء الابيض ما كيديوش فيه الناس، هذاك الغشاء الابيض هو اللي كي فيه وقايه للمعي الغليظ، هو اللي كيعاود يحيي هذيك الفلورا. وفيه بعد يعني عوامل النمو، بحال مثلا بالنسبه للاطفال الصغار، بالنسبه مثلا للرياديين، بالنسبه للنساء الحوامل اللي خاصهم يعني ياكلوا التمر. المراه ملي تحمل خاصها تبدا تاكل التمر يوميا، لاش لان التمر كيصحح. هادشي اللي كيمنع الامساك، يعني ما كيخليش الامساك. ما كيخليش امساك. نعم. وكيصحح العضله ديال الوالده، اوكي النقيبات يعني كينشط، وكيصحح العضله ديال القلب. نعم. يعني بحال المناطق مثلا ديال الراس. شحال تاكل المراه الحامل في اليوم من تمره؟ لا تاكل اللي بغات. يعني نعم. هو معروف كيقول لك خصك تاكلوا بالفرد. هل صحيح؟ علي السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اننا ناكلوا يعني واحد ثلاثه سبعه تسعود بالفرد. بالفرد يعني بالويتر. نعم. ولكن ممكن الناس ياكلوا اللي بغاو، يعني ماشي مشكل. ممكن الناس ياكلوا 10 يعني لا تكل بالعدد الزوجي يمكن يضر. نعم. لا تكل بالفرد اللي ما كيضرش. يعني كاين بعض يعني بعض الاوقات اللي كيتكال فيها التمر، وكاين بعض الاوقات نعم اللي ياكل كاين بعض المواد الغذائيه اللي كتجانس مع التمر، اللي كتخدم مزيان مع التمر. ربما ان شاء الله ما غاديش يبقى لنا الوقت، ان شاء الله خليها للغدا. نعم. ولكن اليوم نتكلموا على التركيب الكيماوي ديال التمر. هو تركيب فريد من حيث الاملاح المعدنيه والسكريات والالياف، ما فيش لا يهضم التمر، ما كيتهضمش. علاش؟ لانه كيمر مباشره للدم، يعني الالياف كتبقى في الامعاء، الاملاح والفيتامينات والسكر كيتمتص مباشره، يعني ما كيكلفش المعده. بحال الناس مثلا بحال كياخذوا سيروم، يعني ما كيكلفش المعده نهائيا، ما عندوش الطاقه ديال الهضم. الطاقه ديال الهضم ديال التمر تساوي صفر. نعم. يعني الا خديتي اللحم خاصك طاقه كبيره باش تهضم، ملي كتاخذ اللحم ما خاصكش طاقه باش تهضم، يعني كيمر مباشره. هذاك الشيء علاش. نعم. ممكن المرضى ياخذوه، ممكن المسنين ياخذوه، ممكن الاطفال ياخذوه، ممكن حتى يعني الناس اللي عاملين العمليه جراحيه ما كيفكروش. الناس يعني كيديو لهم ديما فواكه ومشتقات الحليب ملي كيديروا عمليه. نعم. الشخص ملي كيدير عمليه كيخصو اشياء قويه، يعني منهم التمر. الناس عوض ما يديو لهم الموز. ممكن الانسان يعيش بالاسودين اللي هما التمر والماء، ولو ان الماء الماء. وكاين الى يعني الى زادوا الشعير، الى زادوا الشعير ما محتاجين حتى شي حاجه معاهم. الى زادوا زيت الزيتون كيولي النظام هائل، يعني ما بقاش فيه، يعني ما يحتاج الشخص اي حاجه اخرى، يعني متكامل من حيث الفيتامينات والاملاح والمضادات للاكسده وما الى ذلك. يعني هذا التمر غنوقفوا هنا لان الوقت ما يسمحش. ولكن كنوعدوا ان شاء الله المستمعين باننا طيله الاسبوع نتكلموا على التمر. مازال يعني انا شخصيا عندي اسئله كثيره فيما يخص التمر. ان شاء الله عندنا اليوم غير الاطفال، لان جميع الامهات يعني كلنا كنحملوا هذا الهم، يعني لا لوالدين ولا لموالدينش، لان طبعا عندنا اللي ما والدش راه عنده خوتو عنده هذا والدين. فجميع الناس كيتشكاو من هذا المشكل ديال كثره الحركه عند الاطفال وديال النرفزه. الاطفال ولاو مقلقين هادو طبعا لانهم كياكلوا سكريات صناعيه.
الأطفال إذا كانوا يأكلوا التمر الصباح إلى فطر التمر داو معهم التمر ويأكلوه في العشية، الطفل كيولي أولا عنده قوة الاحتمال، كيولي كيصبر وكيولي يعني تركيز. نعم كيولي يركز مزيان نعم. وما كيبقاش يتقلق، يعني الأعصاب ديالو هادئة لأن التمر فيه اليود، في مكون اليود الفيتامين بي، وهذا اليود الفيتامين بي هو اللي كيهدئ الأعصاب. هذاك الشيء علاش يعني هذه واحد المستملحة، ونحييو الإخوان ديالنا والمواطنين ديالنا في المناطق اللي فيها التمر، يعني الراشدية تفيلالت وزاكورة وهاد المناطق كلهم، يعني هادو هاد الناس ديال هاد المناطق عندهم العينين ديالهم فيهم بريق، يعني كيشوفوا بعيد وما كيتقلقوش، عندهم يعني الطبع ديالهم بارد، ما كيتقلقوش يعني كثير، وما عندهمش الوزن زائد، عندهم الجسم ديالهم يعني وسيم، وعندهم الاعظام ديالهم صلبه جدا بسبب اكلهم التمر. نتكلموا علاش، لان هذه العوامل اللي كاينه في التمر هي اللي كدير هذه، بان التمور ما كتخليش السمنه في الجسم، التمور من المواد اللي كت يعني كتذوب هذيك الشحمه ديال الجسم، ربما ان شاء الله طيله الاسبوع، لاننا دابا في موسم التمور، احنا في موسم جني التمور، والتمر دابا باقي جديد، ربما بعض الناس غاديين ياكلوه يدير لهم بعض الاسهالات مزيان جيد جيد، لان هذيك الاسهالات ديال التمر وديال زيت الزيتون وديال العسل هي اسهالات بارده جيده. علاش؟ لان التمر كيعاود هذيك توازن الفلورا ديال الامعاء وديال الجهاز الهضمي وجيده، ما يتخلعوش منه الناس ان شاء الله الا دار اسهال ولا شيء ما كاينش مشكل، ولكن يحاولوا ما امكن يقتنيوا التمر الان في الموسم ديالها لانها جديده، ولان باقي التركيز ديالها عالي من حيث هذه المكونات الغذائيه. نعم، غير باش نختموا دكتور، بلاص ما نشريو الاطفال ديالنا البسكوي من الحانوت ولا من السوبر مارشي، نعطيوهم شويه ديال التمر ولا شويه اللوز ولا الكركاع، يعني وخاصه التمر يديوه نعم. معهم، وغيكون مضطر انه ياكلو ملي غادي يجي الجوع، ملي ما غيلقى قدامه حتى شي حاجه الا ما بغاهش. نعم، بعدا غير نفكروا نحطوه في الطابله مع صباح الاطفال. نعم. كاين اللي ما كيفكرش يحط الاطفال التمر، راه لا شافو محطوط راه غياخذوا ولو ديك الوحيده ولا هذا، وغتولي مساله تعود. عاليا هذا الجيل ديالنا حنا كنا كناكلوا التمر، انا عليا ما كانش عندنا المناطق اللي كنا حنا في الشاويه ما عندناش التمر بزاف، ولكن نهار السوق والدينا دائما كيجيبوا التمر، دائما ملي كيجي من السوق كيجيب التمر وكيفرق على الاولاد، يعني غير مباشره ما كيوصل من السوق كيفرق على الاولاد، وهذيك عندها اهميه كبيره اجتماعيه، لان الطفل كيفرح با لانه رجع من السوق، اجتماعيه صحيه لان الطفل كياكل التمر كيصح العظم ديالو كيصح وكيولي الاعصاب ديالو هذا يعني كيولي، يعني غادي نشوفوا حتى بعض العادات اللي كانوا كينسبوا هذيك الرجوله كانوا كينسبوها للتمر. نعم. في المناطق الجنوبيه. اذا التمر هو موضوعنا لفقره التغذيه طيله الاسبوع ان شاء الله. اشكركم شاء. دكتور محمد الفايد الاستاذ بمعهد الحسن الثاني.